هذا اللي بوب بخليك تبكي مشدة حموضته. يلا ندوق مع بعض. وبيجي كمان معه، هو ما بيجي معه بس انا حبيت اضيف له عصير ليمون الحامض. بدنا نعمل تحدي بيني وبين تقي اللي ما بيعطي ولا ردة فعل او هيك يعني. ف يلا انا قبل ما اجيب عصير تقي، يلا احترس لونه قبل ما تشوفه. لون مبين انه حامض، مبين مبين يعني انه حامض. شوفوا ريحته علكي، ريحته علكي. فيلا رح احط عليه عصير. شوفوا يا جماعة اتورطرا اذا كان حامض عن جد انا ما باكله. نفس العصير. يلا بسم الله. بسم الله. ماي حامض كتير. لا ما بصير هيك، ما بصير هيك، ما بصير هيك مع العصير. يلا راح احط الاكل شيء انت هون. يلا راح اضربك لانك خسرتي وانا كمان اضربك لانك خسرتي. واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث. بس انا جد كثير حامض. بسم الله. جرب حامض. لايك بليز.